على منظمي مهرجان كريزي سمر فيستيفال بمنطقه ساسين بالاشرفيه، يعني الى جانب الابيسي. بتذكر السنه الماضيه صار شيء من هالنوع، ما فاز الاول مره. اهلا وسهلا فيكم معنا. طبعا نحن اليوم رح نتعرف اكثر واكثر على مهرجان كريزي سمر فيستيفال، رح يصير سبت واحد بتصور. اهلا وسهلا بمحمد، كيفك؟ ومايكل ان شاء الله بالتوفيق. برافو شباب اعماركم، ناظمين مهرجان كبير مثل هيدا. السنه الماضيه كان ناجح جدا. كمان معك رح نحكي عن البنز المشاركين، بس الاول خلينا نشرح شوي معك مايكل شو هو مهرجان كريزي سمر فيستيفال رح يصير بالاشرفيه. أشرفية كريزي سامر هو أول شيء عمل، لأنه بتعرف جوزيف قدال العالم عم تضل شوية موترة من وراء التطورات السياسية، يعني العالم قدال عم تضل هيك ستريسي. فنحن قررنا أنه لا، ليش بدنا خصوصا جيل الشباب، أنه لا نحن ما بدنا هيك، بدنا أنه العالم تكون مبسوطة وبأشرفية كريزي سامر. هلأ أشرفية كريزي سامر رح يتضمن كيوسكيت أكل و اشياء للبيع، رح يكون في عنا كمان دي جيز، رح يكون في عنا بيروت تالنت شو وفود كورنر وتومبولا، ورح يكون اكيد في كيدز اكتيفيتيز. نعم، ليه اخترتوا منطقه الاشرفيه وساسين بالتحديد؟ معروفه ساسين يعني بالنشاطات تبعها والاشرفيه كمان، وحبينا انه الاشرفيه اذا فينا نقول انه بتوصل كذا منطقه ببعضها. نعم. يعني بتقدر تجذب كل المناطق اللي هي مش يعني. اول مره بصير المهرجان ولا مبلا هذا تحت هالعنوان اول مره؟ تحت هيدا العنوان بعتقد اول مره. نعم، اول مره تحت هالعنوان. لا بس بصير دايما، لانه انا قريب من هونيك ساكن، بصير دايما في فناطرينك تكون فوق ان شاء الله. اكيد بلاجر. رح نحكي كمان انه في برنامج باندز وموسيقى ودي جيز، يعني رح يكونوا تين ايجرز كتار. يعني اهم شيء يكون رواق ويكون القصص مضبوطه، لانه احنا بنعرف قد بيكون عنفوان وهرمونات التين ايجرز. مضبوط، كله مضبوط جوزيف وكله منظم. هيدي اهم شيء. هلا بنحكي عن السلامه طبعا، بس خبرنا مين المشاركين دي جيز. انا اكثر مركز على البندات الانجلي. نعم. اللي هن مش معروفين بلبنان، معروفين برا. نعم. البندات اللي انا جايبها عباره هن خمس بندات، كل بند اكيد في سينجر عندهم وفي الات معينه، ومنهم في بندات هن كاتبين الغنيه وهن ملحنينها، مش متاخده من فنان وهن لاعبين فيها، هن مقررين شو بدهم وهن كاتبين قصتهم بناحيه البند تبعهم. نعم. البند هو في عندي بند اسمه بروكن فانيلا، في بورد اوف دايركتورز، في ميلستون، في تيتشر، وفي كايركتورز. اوكي، هو المشاركين هو كيف رح يكونوا موزعين على سبت واحد بنهار وبالليل؟ ايه نعم. لا. حيكونوا موزعين بالوقت اللي هو من الاربعة. نعم. 3-4 للساعة 7:30 بكون بلش التالنت شو، بعدين الفنانين الكبار. اوكي، فبهذا الوقت حيكون في باندات لهذا العمر، وبكون في كل انواع الموسيقى اللي هي انجلي، جاز، روك، ستريت روك وبلوز. جريت. رح يكون في عجقه بالاشرفيه مايكل خلال النهار؟ خلال عجقه الايفنت؟ عجقه سيارات؟ عجقه سيارات؟ لا، كله منظم. كله منظم. وجوزيف بدي اقول شغله لكل اللي عم يتابعونا، انه الفري انترنس يعني. نعم. الدخول مجاني للكل. اوكي، ونحن ناطرين الكل اكيد. اكيد. شو النشاطات المخصصه للاطفال رح بتكون؟ رح يكون في عنا على المسرح مثل انيماسيون للاولاد، بالاضافه للتالنت شو يلي هو مؤلف، رح يكون في لجنه حكم مؤلفه من 4 أو 5 اشخاص. نعم. رح يكون في عنا كمان حوالي 20 مشترك رح يتباروا ضد بعضهم، وبالنهايه اكيد لجنه الحكم هي بدها تقرر الرابح حسب بعتقد الفئات او كل شغله الواحد التالنت يلي عم بيقدمها. نعم، رح يصير في، قلت لي تومبولا، يعني رح تبيع تومبولا لانه هي الاونتري فور فري، يعني مزبوط. مجانيه. مزبوط. الدخول هيدا يعني رح يكون من اي ساعه لاي ساعه؟ هي من ال 11 الصبح لل 11 بالليل. نعم. بس الشوات على المسرح رح تبلش ابتداء من الساعه 3:30 4، يعني بتعرف انه على اللبناني ما في شيء. لا صحيح. اكيد. لا بالعكس، على اللبناني في يعني. عم ندرجها انه يصير ما في. لاي ساعه؟ لل 11 بالليل. لل 11 بالليل هو سبت واحد. سبت واحد حتى بالليل. يعني بتدعوا الكل انه يشاركوا؟ بندعو الكل. نعم. طيب بالنسبه للباندز كيف موزعين؟ اذا بلكي اللي بيعرفون لا يعرفوا حالهم عند مين بيشاركوا سبت او احد. هلا الباندز، انا في باندز مشارك يومين. نعم. في باندات مشاركه يومين اللي هن مثل بروكن فانيلا، مشاركه بعد الظهر نهار السبت ومشاركه الاحد بالليل. نعم. الباندز هن البروكن فانيلا هن بيتضمنوا جاز وروك. بورد اوف دايركتورز هن طلاب جامعه،
بجامعاتهم بس بيلعبوا، فقررت انه ينزلوا معنا بالفستيفال ونشوف انه نوع الموسيقى يبين بلبنان هذا مش بس بالجامعات، نعم. من ناحيه لبنان بشكل عام وجنرال جبال وجبل لبنان وبيروت. كثير منيح، بس هذا النوع الموسيقى بتهدي الشباب بتهيصهم؟ ما فيك تحكي لانه اكيد بتهيصهم لانه لا يقدروا يجوا لعندك. طيب مايكل، كيف منظمه القصه كامان للشباب مثل كل ايفنت؟ صليب احمر موجود، الصليب الاحمر، القوى الامنيه، نعم. بدي اقول انه الايفنت هو ان بارتنرشيب مع شركه 3D جروب، نعم. اللي هي المنظمه اذا بدك الايفنت، يعني رح يكون في قوى امنيه، رح يكون في دراك، يعني صليب احمر اذا لا سمح الله صار شيء معنا بالايفنت. اكيد اكيد. طيب وهي اول سنه بصير هذا الفستيفال؟ إيه، اول سنه بصير. اول مره بصير سبت واحد، والتعاون كيف كان مع بلديه بيروت والمنطقه؟ يعني هون يعني بنقول لا المفروض يكون مسهلين، يكون مسهلين الامور اكيد ومساعديننا. لو ما منهم بالنهايه ما كان ما كنا وصلنا لحساسين، اكيد ما كنا وصلنا لأشرفية كريزي سامر بالنهايه. نعم، وعنوانه معروف، كريزي سامر، كريزي سمر، انه ايه هو ختام الصيف، بس انه بنرجع بذكر المكان هو ساحه ساسين، بالشارع اللي بيوصل بين ساحه ساسين ومبنى ابسي اشرفيه، والزمان هو هيدا السبت وهيدا الاحد ابتداء من 11 الظهر، ولكن البانز ببلشوا من 3:30 4 ابتداء من 11 بالليل. اي ساعه مسموح لك الموسيقى ببيروت؟ هلا هلا اخذنا لل 11 بالليل، لا بعتقد بزياده يعني، صار فينا انه هلا لا المفروض يعني الواحد اذا بيعمل ببيته يعني في ضل 12 يعني، ايه اكيد اذا ايه ما في ما حدا بتشكي عليه. عم نحكي عن الاحد، لامتين نهار بلشت المدارس يعني، صحيح. فبحس بدها تخف العجقه شوي. لا تعرف حلوين المهرجانات اللي بصيروا بختام الصيفيه، بحسوك انك بعدك عايش بالصيفيه، وخاصه اذا كانوا بالهواء الطلق يعني. وبتمنى انه كل الشباب يلتهوا ويشغلوا حالهم غير بشغلهم والنشاطات الاجتماعيه اللي هي مثل هالاجتماع هالنشاطات اللي انتم قايمين فيها. برافو عليكم مايكل ومحمد، والله يكثر من امثالكم. انتم مجموعه شباب وصبايا كمان طبعا عم يشتغلوا على الموضوع ولا وحدكم؟ لا اكيد 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 مجموعه. بدنا نوجه تحيه اكيد لكل فريق العمل، نعم، وبنشوف وناطرين كل العالم اكيد نهار السبت ونهار الاحد. نعم، بدي احكي كمان شوي عن المعرض يلي راح بصير داخل الشارع، على مثار الشارع. انا شفت معرض سنة الماضي، مش هيك عم بقول لك المره الثانيه شو راح يكون في المعرض؟ ما بعرف، انا عم بحكي مع مايكل حاسو اكثر من الانتباه، خاصك بالبانز. انا خاصني بالبانز والموسيقى اكثر. المعرض مثل ما قلت راح يكون في كيوسكات اكل، راح يكون في كمان اشياء معموله يدويا للبيع، مثل بريسلت، يعني اشياء العالم بتحبها يعني وبتلاقيها بكل الايفنتات او المهرجانات اللي بتصير بلبنان. نعم. رح يكون في كمان مثل ما قلت يعني كيوسكات مش اكل يعني سريع، رح يكون في مطاعم معنا معروفه. نعم. اللي هن احد السبونسرز تبعنا اللي شاركوا بالايفنت، ويعني عم يعني جربنا قد ما فينا نرضي كل اذواق والاسعار مدروسه. والاسعار اكيد هذه اهم شيء. طيب في شيء للربح اللي بيعود من المهرجان اذا كان في ربح بيعود ريعه لشو ولا شيء معين؟ ما في شيء معين، ما في شيء معين، ولكن اصلا الدخول مجاني. دخول مجاني، وكل واحد يعني اللي فاتح هو مطعمه ومشارك ويرجع يعني. بتمنى هي اهم شيء جامعه الشباب تكون جامعه فنيه وسليمه، ويكون الامان ويخلص المهرجان على خير وسلامه كمان. برافو عليكم، جود لك مايكل، جود لك محمد، وجود لك لكل المشاركين اللي نظموا مهرجان كريزي سامر فيستيفال اللي راح بصير بمنطقه الاشرفيه على ساسين. شاركونا وكونوا كتار، وناطرينك اكيد. ناطرينك اكيد. لكل المشاهدين بريك قصير، بعدها بنعود للمتابعه مع لما بيشوفي. خليكم معنا.